وعليكم السلام كاتو، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله خير، الحمد عايز لله. اسال حضرتك سؤال. اتفضل. الحمد لله. إيه هو اتفضل. دلوقتي هنا لو في مسلسلات رمضان هي بتضيع اجر الصيام؟ شوف يا شيخ، الصيام له أجر، تمام والمسلسلات القبيحة عليها وزر، تمام فأنت تصوم تؤجر، تضع في كفة الحسنات صيام وتضع في كفة السيئات سيئات، فانظر من الذي سيغلب. لو كنت عاقلا ما نقضت غزلك. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إيه، تمام امرأة من قريش طول النهار تغزل الصوف حتى يخرج حبال فتل تصنع منها الملابس، طول النهار غزل وطول الليل تفك الغزل الذي غزلته. أنت مجنونة ولا مش مجنونة؟ وأنت فيها تكون فيك برضو شيء من الجنون. إذا أنت في النهار تعمل حسنات وفي الليل تعمل سيئات. ثم في ناس ايه بعد اللي هو الفطار تروح تبدا تتفرج على مسلسلات. المسلسلات دي فيها اشياء محرمه ولا اشياء ترضي الله؟ هذه هي المسلسلات المعروفه فيها تبرمج واختلاط يعني وفيها يعني الاول عيني سترى خيرا او ترى شرا؟ ترى شرا. ترى شرا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يعني واحد مفهوم في الصيام يجاهد نفسه ضد ما يشوفش المسلسلات دي، او طبعا طبعا اذا كنت رجل لا يعملش طبعا. المعاصي ويحاول الله يكرمك. في أجر من الصيام، يعني بيبعد عن الحاجات دي عشان طبعا يتم على خير يعني. الله يبارك فيك واسأل الله العون، تمام حضرتك، تمام. اسأل الله العون.